Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you're watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshallah azza wa jal we are going to start Surah Shams. First I will read word by word, then after that I will read ayah by ayah. Let us start now. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. سورة الشمس مكية سورة الشمس مكية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والنهار إذا جلاها جلاها والليل إذا والليل إذا يغشاها يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس ونفس وما سواها وما سواها فألهمها فجورها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها قد أفلح قد أفلح من زكاها من زكاها وقد خاب وقد خاب من دساها من دساها كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها بطغواها إذ انبعث إذ انبعث أسقاها أسقاها فقال لهم فقال لهم رسول الله رسول الله ناقة الله ناقة الله وسقياها وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم
ربهم بذنبهم ربهم بذنبهم فسواها فسواها ولا يخاف ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.